السلامة، أنا وجدي دويري، صار عمري 17 سنة، نسكن ونقرا في المدينة العتيقة. اليوم مش نحكي معاكم على مخالفات الكوفيد 19 على الباس هذا. هاي تابعوني. أنا عمون. شهر أبو دي. بس. بري عمون ده فما توريس فما خدمة. مش توريس. دي اللي جت الكورونا هي كوفيد بيزنر اللي القطيع السياحي كله مضروب. فمش خدمة معنا. الباقي بار بتاع توسا كل مسافة عامة من الشمال للجنوب اللي في السياح كله موقفين مسافة. ما تأخذ مقعد كان مع توسا؟ مع توسا مقلة مش برشا. فهمتني. وانت ايش عامل في القرية؟ والله كيف نحن معناها؟ كيفكم معناها؟ نقراو نهار النهار وليش عطيتو كمان؟ ولا بس ما نعرفوش. علاش عطاها ما نعرفوش وقتاش يرجع السيارة؟ انا على روحي كانت دورتي. اهو باش تحبس المدينة تحبس المدينة بالله حتى باش تعمل ساعة وتعمل جو. ربي يرحمك. يوفقوك. كما كنت نوري فيكم مشينا عملنا دورة في السوق، مشينا العام منظر، حكينا على كيفاش خدمته نقصت على خاطر كوفيد 19، عباد تخاف ما تجيش ما عادش يخدموا، هو خدمته كل مع توريست معناتها كي توريست تنقص هو ديجا معناتها باش يفلس كيما ديجا اشترى الحوانت الاخرين كلهم يفلسوا يا سكروا يا فلسوا يا خافوا ما عادش يحبوا يخدموا خافوا على روحهم الكل. والله انا قرايتي زاد تبدلت جمله معناها اللي كنت نقرا كل يوم كنت نرى في صحابي كل يوم وليت نقرا نهار بنهار وتعب حكايه مره نقرا ومره حجر صحي مره عطله مره دورات ما نعرفوش حتى وقتاش باش نعديوهم بروفيتي يغيبوا انا ساعات نغيب خاطر دائما نقرب الحكايه نخاف على روحي نخاف على العباد اللي معايا لا حاجه تقلق ولا تبدلت جمله عمري ما كنت نتصور باش يجي نهار كامل هكا تقرب الحمد لله ان شاء الله غسله بتعدي